حياكم الله من جديد. لا شك أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذن استقرارها هو العامل الأول في حسن نشأة الفرد، وعند اختلال هذا الاستقرار فإن ذلك يعني حدوث اضطراب وتفكك في طبيعة العلاقة الأسرية. ولا يختلف اثنان لما للإصلاح الأسري من أهمية بالغة كبيرة، إذ يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز مبدأ الصلح القائم على إحياء وتعزيز العلاقات العائلية لا سيما بين الشريكين. عن أهمية الإصلاح الأسري وأبرز المهارات المتعلقة به، يسعدني أن أكون معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الخيران، أخصائي نفسي ومعالج سلوكي. مساك الله بالخير دكتور عبد الرحمن، شكرا لقبول الدعوة وحضورك يا هلا اليوم. مساك الله بالنور سيد جمال والأستاذ المشاهدين الكرام. الله يحييك. الله يحييك. يعني يمكن الفترة الماضية أحد المواضيع اللي حقيقة أشبهناها طرح وأشبعه يمكن الإعلام بشكل مجمل، سواء في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، موضوع الطلاق. أنا ما أبغى أعود لموضوع الطلاق، لكن أنا نبغى نتكلم عن ما قبل وصولنا لمرحلة الطلاق. هناك مرحلة يحاول فيها الطرفان أو عائلة الطرفان أن يصلوا إلى الصلح. وش معنى الصلح الأسري؟ ماذا نقصد بالصلح الأسري بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ذكرت أنه ما زلت وشبعنا، بالعكس نريد نشبع وزيادة حتى لا تكفي لكل ما قدمته، كل ما قدم الإعلام السوشيال ميديا ما تكفي، لأن الأسرة لا تنسى أنها هي اللبنة الأساسية للمجتمع. إذا انحلت انحل فيها أمور كثيرة، لا بد أن نهتم في شيء مثل ما نكثف في الشيء في التوعوي في التثقيف في أي شيء لازم مهمة. يعني الأسرة إذا دعمت وتكاتفت ولأنها هي تنتج الأسرة لبنة محافظة متزنة تخدم المجتمع. الإصلاح للأسف يعني ما هو يعني بدينا بداية كانت سيئة في مفهوم الإصلاح والتعيب والأشياء هذه، حتى صارت الناس يعني تتعيب أن تروح المركز إصلاح، وحتى تتعيب لا فتختصر طلاق. الآن الحمد لله مراكز الإصلاح التي أنشأتها وزارة العمل ومع وزارة العدل وباتفاقية الحمد لله حلت مشاكل كثيرة من الطلاق، وهي وصلت المراكز هذه تحل الحل المشكلات الأسرية والزوجية قبل وقوع الطلاق. وتساند أنه أحيانا بعض الأسر شوف إحنا لا يعني الكمال لله سبحانه وتعالى ينقصنا بعض الطرفين بين الزوج والزوجة ينقص بعض المهارات، فيحتاج طرف ثالث، لكن الطرف يكون مهتم مختص قد يحل في يمكن الطرف الثالث المختص اللي ممكن يجيب العيد ممكن ينقلهم لمرحلة الصلح. أكيد هذا الطرف هل له مواصفات خاصة؟ هل هناك سمات معينة بشخصية هالشخص اللي يقود عملية الصلح يفترض أن تكون موجودة فيه؟ شوف أولا فيه الآن مراكز معتمدة أصلا، أحيانا فيه مراكز قد تصلها قبل مرحلة المحكمة، أحيانا لما يصير فيه خلافين بين زوجين يذهبوا الشيء أساسي المحكمة تحول قبل مرحلة الطلاق إلى المراكز هذه المختصة ومعتمدة. بعض الأشخاص لا يقول له ممكن يعني مع الثقافة والسوشيال ميديا وعرف المراكز يختص في مراكز في مستشاري، لكن من هو المستشار اللي تثق فيه؟ يعني بعض الناس يروح يذهب المختص في السوشيال ميديا، طيب تعرف عن السي في حق السيرة الذاتية، تعرف وين عمله الشهادات، هذا خطأ جدا. لازم أبحث عن المركز الأساسي. يعني الحمد لله في كل مناطق المملكة كل المحافظات يوجد مراكز واتصال، في اتصال اللاين، في اتصال يعني بالبرامج، لابد أن تحلها يعني قبل ما تصل المحكمة. لكن لما تروح للمركز معتمد أنت راح تثق في الشخص أنه ذو كفاءة عالية. وش المراكز المعتمدة؟ لأنه أنا بقول لك شيء يا دكتور، يمكن أنت كأخصائي نفسي وكذلك يمكن الأطباء النفسيين من اللي يشوفون يمكن الحالات حالات الخلاف التي تقع بين الأسر يمكنكم تعانوا من هالإشكال. في كثير من المراكز اليوم طلعت بمفهوم الإصلاح الأسري، مستشار أسري. هل هناك أصلا علم يختص بالإصلاح والاستشارات الأسرية؟
فيه بعض الجامعات تمنح دبلومات وتمنح بكالوريوس، خاصة في بعض الجامعات السعودية كثير، دبلوم استشاري أسري معتمد سواء في الجامعات أو معتمد أيضا في وزارة. على ماذا يعتمد؟ تقييم هذه الحالة، هو دراسة الحالة، معروفة الحالة. يعني الدبلوم هذا ليس يعني 6 شهور، لا، 2.5 سنين، بما فيها 6 شهور ميدانية. يصير في دراسات حالة، يمرون عليها، لا بد. الطالب فيها بحث تخرج، أيضا يقدم حالات، يذهب في 6 شهور الأخيرة إلى مراكز تدريبية ميدانية. طيب كيف أتأكد أن اليوم إذا كان عندي طرفين ويرغبون في الصلح ويحتاجون يمكن الذهاب قبل أن يمكن تصل المسألة للمحاكم، ويحتاجون إلى عملية الصلح اللي يتكلم عنها، ويحتاجون مثلا متخصص، وين يذهبون؟ هل في قائمة مثلا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة العدل؟ والله شوف، يمكن أنا أتواصل معها وأطلب مثلا الصلح. شوف، مع التواصل مع البرامج التواصل الاجتماعي كثرت المراكز وصارت يعني أمام الملا، يعني الحمد لله الواحد يقدر يبحث في جوجل أو في تويتر أو في أي برامج معتمدة مهيئة، وحتى يكتب لك رقم الاعتماد التي موجه من وزارة العمل تحت منظومة الشؤون الاجتماعية. أيه؟ برقم اعتماد. هذه أفضل شخص أنه يروح له، لا يروح يعني واحد يعني يشوفه يكتب، يعني قدرنا أكتب وأنت تكتب مستشار أسري، هذا خطأ جدا، يعني لأنه قد يكون أحيانا غير ملم. فلكن المراكز هذه لأنها تستقطب ناس ذو كفاءة عالية، عندهم شهادات، عندهم خبرات. فالمراكز الحمد لله متوفرة على سواء في مثل ما ذكرت سابقا جميع مناطق المملكة، الآن تخدم حتى في بعض المراكز، يعني تخدم مجانا، يعني استشارات مجانا. أيضا اللي تحولها وزارة العدل أيضا تحولها للمراكز هذه أيضا مجانا على حساب وزارة العدل. يعني الحمد لله أسهمت ترى، عشان يعني لا أقول لك بعض الناس يقولون متى يعني أدت مكانتها صحيحة أو أدت، لا أدت يعني الحمد لله حلت كثير من المشاكل الطلاق المراكز هذه، خاصة إذا كان فيها صبر، لأن أحيانا تحتاج، أحيانا الإنسان يكون منفعل والزوجة منفعل فيذهب للمحكمة على طول تسرع للطلاق، لكن لما يحاولوها تبرد المشكلة، تهدى المشكلة، قد يحصل شخص مختص في المراكز المعتمدة، يعني بإذن الله يحصلوا إلى حل. لكن النصيحة، بعض الناس يروح المحكمة يقول لا أنا ما تحولني دايركت، انا ابغى انفصال خلاص، هذا خطا جدا. يقول لا تريث، بالعكس ابحث، جرب الحلول يجرب مرتين. وهذا سؤال مهم جدا دكتور، متى يجب ان نلجا الى الصلح الاسري؟ والله شوف اولا انه لازم يتثقف الزوج والرجل انه مو اي مشكله في البيت تحصل انه خلاص تحلل الانفصال او البعد، هذا خطا جدا. يعني اول شيء حلها مرتين ثلاثه، لا يختلف، يعني لا يختلف ولا يوجد اسره الا لها خلافات فيما يسمى خلافات عاديه ويوميه، طبيعه الحياه بشكل طبيعة الحياة. يعني لكن بعض الناس لا يتفاقم، ليش كل يوم مشكله ان احنا عايشين، ما احنا فلان زي فلان، العائله الفلانيه، لا ما تدرون، كل البيت له سره، كل بيت له مغلق لا تعلم فيه، تشوف انوار واضاءات ولكن ما تدري في الداخل، فلا عدم المقارنه في هذا الشيء. الشيء الثاني الخلافات إذا كثرت وعدم حلها، فرجع عدم إشعار بما حولها من البيئة، يعني من الوالدين من الطرفين، لأن إذا دخلت أكثر من شخص من أنت تقصد أنه إذا صار خلاف بين الزوجين من الأفضل أنه يبقى الأمر بينهم، يحاولون قدر الإمكان حلون ويتجهون لمختص. أول هل نمتلك الثقافة؟ والله الحمد لله في جيلنا هذا الجديد. طيب. بالعكس انا يعني بقول لك هذيك الثقافه العاليه. أيه؟ ولكن الحمد لله فيها قبول مجتمعي. لا فيه. طيب أقودك لبدايه كلامنا، بدايه حديثك لما تكلمنا عن حالات الطلاق قلت انه هذا الامر لازم نشبعه طرح. اذا كان هناك ثقافه مجتمعيه تؤمن بالاصلاح الاسري، إذا كان الطرفين بالفعل يؤمنون بالإصلاح الأسري، إذا لماذا ترتفع لدينا نسب الطلاق؟ بقول لك شيء، شوف بعض المشاكل هي تكون خلاص يعني إنه تراكمات، الضغوط، أشياء، أحيانا خلاص أنه ما في حل، هو خطأ جدا في حل ويلجؤون للانفصال. لكن بقول لك شيء، يعني ما أنه النسبة عالية جدا في الثقافة، لكن تبشر بخير أن فيه ثقافة خاصة من الجيل. أنا بالعكس يجيك واحد وزوجته بالعكس ما كنا نشوفها في السابق، الآن يجي، بس أنه ما هو هذيك العدد اللي أنت تطمح له ولا الكل يطمح له. لكن للأسف الشديد الأغلبية، يعني للأسف الشديد إذا خلاص حس أنه حاول مرة ومرتين قال والله حياتنا بتصير جحيم، لا قلينا من البداية خلاص، لا خطأ، هذا خطأ. يعني شوف الخلافات الطلاق ليش خطأ؟
لا حاول يا اخي، هي ما هي سياره تشتريها ولا هذه زوجه، هذه حياه يعني. انت خلاص زوجت اخذتها وصارت يعني حياه زوجيه سنه سنتين ثلاثه، ترى المشاكل لا تخلو، ما في بيت ما يخلو من المشاكل. مو ممكن دكتور مرات يمكن الانفصال يكون حل لعدم يمكن لو بقوا تتفاقم المشكله تصل اشياء ابعد. في بقول لك هذا في حلول، لكن ما هو يحل الان في بعض الطلاق مواضيع تافهه، حرام ان تصل لمرحله الطلاق. بالعكس لو صبر مجاهد، احيانا ماديات، احيانا يكون في مشاكل صحية بين الطرفين، أحيانا تكون مخدرات أشياء، عالج بادر يعني. مرة تبادر زوجها تروح تعالج وتصبر، شوف إحساس، لأن الطلاق ليس حل. بعضهم لا تنسى أن في شيء مغريات يعني الآن، في يعني خلينا نتكلم بالشيء هذا، أحيانا السوشيال ميديا وبعض المحرضات في الطلاق، يعني في نساء محرضات. أبجيك على هذه الجزئية تحديدا ونتوسع فيها، لكن أنا بعود النقطة أيضا ذكرتها قبل قليل، أنه إذا حصل خلاف اليوم بين الزوجين من الأفضل أن يبقى هذا الأمر بينهما قدر المستطاع، وأنه ما يتدخل الأطراف من العائلتين، وهذا أفضل، بينما الذهاب للمختص هو الحل. طيب من هم المخولين إذن بالمساهمة في الإصلاح الأسري وتعزيز هالإصلاح الأسري؟ يمكن ما يعرفون، طيب وين يتجهون؟ للمراكز، الحمد لله بالبحث أبحث مركز أسري خلاص يطلع لك في كل حي، خاصة يعني أعطيك على مثال منطقة الرياض، كل مركز في كل حي في مركزين ثلاثة يعني الحمد لله، يعني بالعكس ويحدد لك الوقت، تبغى مسائي صباحي بالعكس. وبعض المراكز يعني تقول خلاص ما يحتاج، ممكن تكون يسمونها استشارة هاتفية، أنا والله بعيد أنا في منطقة نائية، بالعكس يوصلونك، يوصلون الحل. شوف طيب، من يريد الحل راح يجده. غالب المشاكل اللي مرت عليك يمكن بدون طبعا ذكر الأشخاص وحفظ الخصوصية، لكن احنا نتكلم عن المشاكل بحد ذاتها اللي اليوم بدأت تتفاقم. جيت قبل شوي على ذكر التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي، وش الأسباب اللي تقود هذه المشاكل واللي تقود إلى خلاف حاد بين طرفين اللي هم الزوج والزوجة، واللي يقودنا نتدخل الإصلاح الأسري؟ وش المشاكل هذه؟ وش نوعيتها؟ أحيانا عدم التفاقم أو الثقافة بين الزوجين، ويكون يعني أحيانا يكون فيه عدم فهم البعض للأسف الشديد، يعني يجلسوا أحيانا 5 سنوات 6 سنوات ولا يعرفوا بعض، هذه مشكلة كثيرة. ايضا برامج التواصل الخاصه يعني التقليد او ما يسمى لماذا ما اصير مثل المشهور الفلاني، المقارنه، هذه المقارنه من اكثر الاسباب. مر عليك حالات كثير مقارنه؟ وش الحال اللي مر يعني تكون تتكلم. يعني تكون ليش انا ما عايشه كذا، ليش كذا، طيب وضع زوجي كذا، وضع كذا، يعني وحده طالبه طلاق، لا تطلب، ما تطلب الطلاق كمباشر بالشيء هذا، ولكنه تبي المقارنات فتخلق مشاكل احيانا اشياء، ولكن ما هي هذيك اللي في السوشيال ميديا انه كل الناس تقارن اشياء. لكن اكثر حاجة اللي هو يطالب فيه يعني المطلقات هي الحرية، تطلب الحرية من بعض يعني المحرضات في برامج التواصل، علما انهم غير متزوجات، يحرضوا انه الطلاق لك خلاص، اذا عندك اولاد وعندك وظيفة خلاص الانفصال يكون حرية شخصية لك. وهذا للاسف الشديد اكثر المحرضات يعني حتى غير متزوجات، غير مثقفات، غير ملمات في الاشياء هذه، ولكن كتحريض. واحيانا تعرف بعض النساء تلجأ الى الشيء هذا بضعف عدم الثقافة، عدم الخبرة، ترجع بعد الانفصال بالندم. هل معقولة دكتور اليوم تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير يصل لهذا الحد؟ يعني يصل، أقول لك يعني يصل، بس ما هو بالنسبة لي. لا يعني هل وصلنا إلى هذه الدرجة من السطحية في التفكير اليوم، بحيث أنه لدى الشخص سواء الرجل أو امرأة، لدى الشخص سواء الرجل أو امرأة الاستعداد أنه يهدم بيته ويهدم أسرته ويفرق أولاده ويفرق عائلته كاملة لأجل مشاهير يتابعهم؟ هل هذا قائم؟ فيه بس بنسبة قليلة، لأن الناس لا تتخوف أنه لهم من السوشيال ميديا، بس فيه بس بنسبة قليلة جدا خاصة في الأشياء هذه، ولكنها على يعني لما تجلس في المجتمعات وتأخذ تعطي يعني يفاقم الموضوع أن برامج التواصل نعم هي أثرت، ولكن ما هو بالتأثير اللي دارج في المجتمع، أنه تأثير كبير جدا. طيب ولكن فيه تأثير، هذا أحد الأسباب قلت للمشاهير، المقارنات، عدم المقارنة،
المكونات أيضا المقدرات. إذا جاز لنا تسميتهم النسويات. النسويات. طيب وش في أسباب أخرى اليوم؟ يعني أحيانا التفاقم خاصة في المرض النفسي. عدم التحمل. أيضا يعني أصلا في بعض الأشياء اللي هي الطرفين يعني يتخاصمون فيها. الماديات لها دور جدا. تكون يعني بعض الناس تعيق وأحيانا من ضمن الأسباب الماديات. الطلبات الزائدة. أحيانا تكون في طلبات تطلب يعني خادم سائق أشياء كثيرة. الأسباب هي كثيرة وليست حديثة اليوم. يعني بعض المشاكل الطلاق. الطلاق يعني المشاكل في مجتمعنا تعتبر قديمة ولكن مع برامج التواصل زادت نسبة بس ما هي هذه النسبة اللي تخوف. الشيء الطبيعي دكتور أنه يكون في زواج يكون في طلاق. هذا الشيء الطبيعي. لكن الغير طبيعي أنه تقفز أرقام الطلاق في سنة واحدة. يعني في دقائق احنا نتكلم في دقائق 7 حالات طلاق يعني الدقائق معدودة. يعني احنا أكثر شيء نخشاه أننا نصل إلى مرحلة في كثير من الدول اليوم وصلت إلى مرحلة عدد السكان اليوم ينخفض. هذا بخلاف أنه أصلا أنت منظومتك القيمية منظومتك المجتمعية الدينية. المجتمع اللي بحد ذاته عاداتك تقاليدك هذه كلها راح تندثر. صحيح. يعني إذا ما كانت الأسرة موجودة. صحيح صحيح. ولكن أنا أحيانا أقول أنه في مرحلة الخطوبة أنه ما يعني تكون سريعة. أنت مع أنه فترة الخطوبة تكون أطول يعني 6 شهور للتعرف على تعرف أكثر الشخصيات أكثر. بالعكس اللي منولها عشان تعرفوا بعض عشان تعرف بعض شخصيات الماط أشياء. لأن بس فترة الخطوبة دكتور ما يغلب عليها طابع المجاملة؟ لا والله شوف هي المجاملة بس تتضح يطلع أشياء يبين ما أقول لك تبان منه ولكن أفضل منه. يعني لو في نصائح تقدمها اليوم للزوج والزوجة أثناء فترة الخطوبة خلني نقول الاستكشاف شخصية الطرف الآخر وش أبرز النقاط شوف اللي يحتاج اللي يشوفها. شوف أنا يعني بقول لك نصيحة في خاصة في وقتنا لا تبحث الرجل لا يبحث عن الجمال أكثر ما يبحث عن بنت. يعني وهو مثل ما أتى في الحديث واظفر بذات الدين تربت يدك. هذه واحدة. بعض الناس يبحث عن الجمس ولا قد يكون مشاكل. خذها بالتسلسل. إحنا وصانا الدين يمشي على الدين. أنا ما أقول لك في أشياء يعني صح كل واحد يطمح على جمال على أشياء المال ولكن أطمح بالأشياء التي أنت ترتاح فيها. أحيانا بعض المشاكل يعني في الخلافات أنه خلينا نقول مع ضغوط وتطور الحياة والتقنية الأشياء يبان خلافات الشخص يبان نفسيته. النفسية ما تدري أنا بتقدم شخص يجيني واحد شخص ما تدري عن نفسيته صح ولا لا. مع الأيام مع الجلسة في الخطوة يبان لك نفسيته هل تعبان ما تعبان هل تعبان ما تعبان على الأشياء. في بعض الناس للأسف الشديد يعني يتسرع في الأشياء هذه ويتسرع حتى في الخطوبة. يعني ترى انفصال كثير حتى في فترة الخطوبة اللي أقول لك يعني ما فيه لكنه حلو يعني مثل ما يقول بس من البداية أفضل من النهاية ويكون في تعلق في أشياء عرفت. ولكن يعني حتى أنا ذكرت أنت إنه كل 7 دقائق أنا حسب المعلومة إنه وزارة العدل قالت يعني المعلومة هذه أقل منها بالأشياء هذه. صح في طلاق ولكن مراكز الإصلاح اللي ذكرناها حدت من الطلاق. يعني الحمد لله حدت من الطلاق بس بعض الناس يتسرع ولا يقتنع ولا يؤمن بشيء اسمه مراكز. أنا بالعكس أنا من هذا المنظور أي مشكلة لا تطلع خارج إطار البيت وبعدين فيها المراكز. ما خلص المراكز على المحكمة راح تحولك مركز معتمد أيضا ثاني حتى الحل. الحمد لله الطلاق ليس نقول إنه عيب وإنه مصيبة. طلاق مثل ما ذكرت حل أحيانا بس ما هو في كل الحلول. يعني وش آلية الإصلاح الأسري بس عشان نقنع اللي تابعنا اليوم كيف تتم عملية الإصلاح الأسري؟ من وين تبدأ وين تنتهي وش الإجراءات اللي مر فيها؟ هي إجراءات إن كل واحد يذكر مشاكله وش أسبابه بشكل منفصل. منفصل هذا أحيانا يعني منفصل ولازم جماعي أيضا في بعض المرات يجتمعون. لازم هذا يكتب حاله السبب والأسباب. وهذا أحيانا تكون عند مصلحة يعني إذا امرأة تكون عند امرأة ورجل ويجتمع لجنة وتقرر وتقرر المركز يرفعها لوزارة العدل. طيب إحدى الأشياء اللي يعني كثير تم نقاشها على طاولة هذا البرنامج أنه اليوم إحنا نتحدث عن الطلاق ونتحدث عن الزواج لكننا ما نتحدث عن الوقاية. بمعنى أنه ليش اليوم ما يكون فيه كل أسرة تجبر أنها زي ما تراجع طبيب الأسرة لأمراض عضوية تجبر أنها تراجع أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي مثلا كل سنة يكون في جلسات معينة نحتاج لها وقت. هذه الثقافة نحتاج لها وقت لا شك أنها تحتاج لها وقت لكن أنت قلتها يمكن في تحول اليوم في تحول الحمد لله بس ما هو هذيك القبول اللي احنا نرغبه غير أنه في مطالبات أصلا أنها تطالب بوضع الاختبارات النفسية
في ضمن اختبارات الزواج. هو يعني احنا نطالب في النفسيه والمخدرات ايضا ان تكون من ضمن مع تحليل الزواج. وبالعكس هذه راح يعني يبان شخصيته انه يحتاج كذا، بالعكس انا لا في اي اشكاليه. ولكن احيانا بعض الاسر حتى والزوج اذا والله زوجك ولدكم او بنتكم تعاني من اشياء ليس من العيب، يعني بالعكس اذكر يا اخي ترى زوج ولدي يعاني من كذا، بنتي تعاني من كذا المرض. يتفاجئون بعد الزواج انه والله هو كان يراجع عياده او كان يراجع عياده نفسيه او شيء يعاني من مرض مزمن اشياء. بعض الاسر تخفي الشيء هذا، هذا خطا من اسباب الطلاق. يعني يكتم الاشياء، انكار ما ينكر يعني ما يبلغ. فيتفاجأ بعد الزواج انه والله هذا واحد منهم يعاني من مرض يا عضوي يا نفسي اشياء، وهذا خطا جدا. المفروض ان ابلغ والله الشيء هذا. اكثر يعني تحصل بعض حالات الطلاق السبب يتفاجأ انه والله زوجي فيه كذا، زوجتي فيها كذا، زي هذه الاشياء. هذه بالعكس اللي تقدم والله زوجتي فيها كذا. يعني انا اذكر يعني في كثير الحالات زي هذه، وهذه قد تسبب بعض الناس يخجل منها يعني او يتعيبها، خاصه المرض النفسي. المرض النفسي ليس عيب وليس عار، المرض النفسي يعني زي المرض العضوي، زي المرض العضوي يتعالج والحمد لله ولا يتعيب. ما في مشكله ان بعض الناس يتعيب ويخفيه. اسف انا قطعتك، كنت اتكلم عن الاجراءات، تفضل. فالاجراءات هذه اللي اقولها لك يعني الحمد لله المراكز تسندها وترفعها كتقرير، يجلسون جلسات نعم مقرره معتمده من ايضا وزاره العدل. الاجتماع ليس هذه الخاصه اللي تحولك وزاره العدل. وش طبيعه او خلفيه الاشخاص اللي يجلسون مع خلفيتهم انهم معتمدين وان عندهم اخصائيين نفسيين اجتماعيين اكثر من اجتماعيين، اطباء فيها اطباء فيه متعاونين وقله، لكن اكثرهم يعني اخصائيين نفسيين اجتماعيين لديهم دبلومات في الاستشارات الاسريه والنفسيه معتمده من جامعات سعوديه لديهم الخبره اكثر، يعني خبره يعني ملمه. وسبحان الله الخبره احيانا تعادل الشهاده، لما تاخذ مشكله منها تعادل المشكله وكيف صلحت المشكله الفلانيه مع الزوجين اللي الطرفين اللي قبل فتره فتنحل. ولا اقول لك يعني كان لها مفعول وما زالت الحمد لله انها ادت غرض بالحد من حالات الطلاق. يعني لولا الله ثم هذه المراكز كان زادت الحالات، بس الحمد لله انها حدت كثير جدا. هل تعتقد انه يمكن احد الاسباب التي قد تقود البعض لعدم التفاعل مع مراكز الاصلاح الاسري خوفهم يمكن على سريه هذه المعلومات، انه والله انا ما اقدر اطلع اسراري، او على يمكن ثقافه عيب تكون موجوده انه انا ما اقدر اتكلم عن الامور الخاصه؟ في كذا، في ناس كذا يقول لهم ما ابي خلاص، انا القاضي بس ابيه هو اللي يدري، هو اللي عنده المعلومه اعطيه وابغى الانفصال فرضا. بالعكس لو تحوله حتى لو في عيب يعني ما في خلو، بس القاضي من البدايه اصلا او ما يحكم، لا يحولك دايركت مباشره، يحولك للاصلاح في البدايه. بس انه بعض يقول انا ما ابغى الاصلاح خلاص انا مقتنع في داخلي بطلق. ما يجبرونه، مو فرض، لا في خيار، هي خيار، ولكن الافضل هو الاجبار، لازم تاخر. بالعكس انا اعرف كثير من المشاكل كانوا مره متشددين وخلاص ناوي الطلاق لما يحولون سبحان الله. بس هذه تاخذ على التقدير القضاء، تاخذ وقت يعني، ولكن خذها في الحياه، اي مشكله في الحياه تحتاج انها تبرد تهدأ راح تنحل. في التسرع اكيد راح يصير فيه انفصال وخلاص يعني، ولكن احيانا بين الطرفين حتى يعني نكون حد التنازل مطلب بين الطرفين، لازم التنازل مطلب. يعني تراه زوج وزوجتك، يعني ما في اغرباء، يعني افضل من اقرب من ابوك واخوك وامك، هذا زوجك وهذا وانت هذه زوجتك، اقرب من امك واخواتك. احيانا بعض التنازلات في بعض الطلبات حل يا اخي، بالعكس تحل المشاكل، تحل الاشياء، بس مو اي طلب يعني يتنازل عنه، ولكن احنا نحتاج الشيء هذا. وايضا حتى لازم نثقف شيء معلومه انه اي مشكله لازم الجا لها، حتى لو هاتفيه المراكز الاصلاح الاسري. يعني لازم الجا لها، يعني بالعكس احيانا ليش انا اقول لك لما تبعد خارج اطار الزاويه الاطراء كل يكون دفاعه عن قريبه، سواء الزوجه اهلها معها او الزوجه اطرافها معها، بالعكس قد تتفاقم المشكله، تتفاقم في الشيء هذا. احنا تكلمنا عن الاب والام او الزوج والزوجه، لكن ما تكلمنا عن الابناء. ابغى اعرف الاصلاح الاسري هنا وش دوره فيما يتعلق بالابناء تحديدا، خصوصا اذا كنا نتكلم مثلا عن اسره كانت مشاكلها او كانت المشاكل طافيه على السطح والابناء يعني يتاثرون بها بشكل مباشر، هل هناك دور للمراكز الاصلاح الاسري؟ والله شوف، انت ذكرت مهمه نقطه، ترى أكثر الخلافات الزوجين بين الزوجين تؤثر نفسيا على الأطفال. لأي مدى؟ للمدى الطويل حتى.
المدى الطويل. يعني ممكن تبقى مع الطفل إلى متى؟ إلى حتى ممكن يتزوج، أثره كذا نفسي بعض، خاصة إذا في خصام أو في ضرب أو في اضطهاد، أو خاصة إذا كان شبه يوميا مشاكل. بالعكس أنا أقول المشاكل لا تخلو أي بيت، ولكن تحاول أنها تكون بعيدة عن الأطفال، بعيدة مهما كانت، لأنه يؤثر نفسيا على سلوكهم، على نفسيتهم. أحيانا تكون ترسبات لما يصل مرحلة المراهقة يبدأ الانفجار هذا. في رد يمكن دائما تسمع بحكم عملك إنه لا، ليش تخبي عليهم؟ هم عارفين كل شيء. لا، خطأ جدا. ايه؟ مهما كان. ما هم عارفين كل شيء، ليش أخبي؟ خليهم يجون يسمعون. بالعكس لا. أو هي تقول لا خلهم يجون يسمعون. هذه دارجة للكل. نعم. وهذا أكبر خطأ. لا تفك إنه يضحك ويسولف، تراه يخزن الطفل ويبدأ. بس يصل مرحلة صار عنده تعب نفسي. أنا أقول أكبر هدية يقدمها الأب والأم لأبنائه إن إذا كبروا لا يروحوا عيادات نفسية للأطفال. هذه أكبر هدية تقدمها. أكبر إيش؟ أكبر هدية تقدمها لأبنائك في الحياة. أي؟ إن إذا كبروا ما يروحوا عيادة نفسية بأسبابكم. هذا أكبر هدية. إذا خليتهم يسلمون منها فهذه كويسة خلاص. هي أنت قدمت لهم. أي طبعا الاتزان النفسي ترى مهم جدا. إحنا لسه مشاكل والله أقول خلافات كل بيوت صح، بس أبعد أبعد أبعد. من أكثر تأثر في الأطفال خصوصا في حالات الخلاف؟ والله الكل والله الكل. هي أحيانا يقول البنات الأولاد، ولكن الكل والله يتأثر. بعض الناس يقول لا عادي ما أشوفهم، بالعكس وأنت ذكرت إنه عادي لا خلهم يعرفون. لا خطأ، خاصة إذا كان في عناد. فتقول لا خلهم يعرفون. كل واحد يبغى يعرف يثبت الناس هذا للأطفال إنه أبوك مخطي، وهذه تقول لا أمك مخطي. أثبت هذا أكبر خطأ، أكبر خطأ. بالعكس خل الحوار، خل المشاكل تحل في غرفة النوم في أي مكان، هم في المدرسة، هم نايمين. بالعكس. وش الدلالات والمؤشرات إنه هذه الأسرة تحتاج الإصلاح؟ كثرة التراكمات والمشاكل، العنف الزايد، البعد، الجفاء، خلاص يعني تحس انه على وشك انفصال، حياتهم صارت عادية. كيف يستطيعون اليوم، يعني كيف يستطيع اليوم المصلح الأسري إخراج هذه العائلة من دائرة الخلاف والتشاحن، يمكن مرات العنف، إلى دائرة الحب والمودة؟ يعني كيف يقدر يرجعهم خصوصا إذا كان لهم فترة طويلة؟ شوف الزوجين هذه طبيعة، يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، أكيد بينهم فضل مهما كان الأمور، راح يرجعون. أنا ماني يعني مثل أنا وياك صار لي في حوار لا سمح الله مشكلة، قد نتباعد عادي، بس الزوج والزوجة لا، يرجعوا للماضي، يرجعوا التنازع عادي. هي يعرفوا عن بعض، ولكن يجبروهم على التنازلات، يجبروهم ويعلمونهم أن أنت مخطي وهذه مخطي أو العكس. فإذا أحيانا يعني يجبرونهم من ما يجبر، يعني يعطونهم من السلبيات ما بعد الطلاق. نعم. ما بعد الطلاق الأولاد الزوجين، حتى الزوج أنت تبي تطلق، طيب بعدين هتجي سيعة نساء، هتجي أشياء للأسف يعني أحيانا يتسرع وبعدين يرجع في ندم، وكثير يرجع في الندم. ولكن الحمد لله أقول لك يعني الثقافة بدأت، وأنا من هذا المنطلق من هذا المكان. بالعكس أي مشكلة سرية رأس مالها رفعت سماعة للمراكز. قد تكون أحيانا برسوم، أحيانا تكون مادية، ولكن حتى لو دفعت مبلغ وقدره مصلحة الأسرة أولى لو تدفع فيها الآلاف الريالات. أخيرا، وهذه نقطة يمكن أود أن أتوقف عندها لسبب، يعني أنت جيت عليها وعدت ذاكرتي يمكن خطبة يوم الجمعة من الحرم المكي للشيخ عبد الرحمن السديس، واللي تحدث فيها عن المشاهير ودورهم في هدم القيم، ودورهم في هدم الأسر، ودورهم في التعدي على العادات والتقاليد. إذا كان في رسالة اليوم تبغى توجهها للأسر أو توجهها للمشاهير تحديدا تجاه هذا الموضوع، وش بتقول؟ والله خليني أوجهها للآباء. الآباء أبنائك لا تمنع، يعني ما أقول لك أمنع عن برامج التواصل، ولكن أعرف من يتابع، أعرف من يتابع الشخص، لازم تعرفه من يتابع المشهور فلان فلان، وأنت تأكيد أنك لازم تعرفه. يعني أكيد عندك أطفال بيكون سنك قريب وتتابع أنت نفس الطريقة. أيضا في نفس الوقت يعني للمشاهير اتقوا الله ثم اتقوا الله، يعني لا تبيع دينك وأخلاقك حتى تكسب عدد من المشاهدات. والله كل شيء يعني تحاسب في الدنيا وفي الآخرة، فلا تخربوا بيوت، بالعكس الله رزقكم بهذه الشورى فاستخدموها فيما يصلح ذات البين، في صلاح المجتمع، في الوقوف الوطن. بالعكس استخدموها في الإيجابيات ولا تستخدموها في السلبيات. المشاهدات نزلت زادت، أنت أديت رسالة، ولا تقتنع ولا تقارن نفسك بمشهور ثاني. للأسف الشديد بعض المشاهير يعني يخلف يسوي أشياء حتى يزيد عدد مشاهداته، وهذا خطأ جدا، وقد تأثر مو بس على الأسر، على مجتمع كامل. نعم، أنا أشكر جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن الخيران الأخصائي النفسي والمعالج السلوكي، وشكرا لكل هذه الإضافات القيمة اللي أثرتها. شكرا لكم للسادة المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك. رسالتنا الأخيرة طبعا
احنا اليوم نتكلم عن الاصلاح والاسر ونتكلم عن اسباب اليوم الخلافات الاسريه التي تقع، ولابد ان نتحدث عن احد هذه الاسباب. واحد هذه الاسباب الخارجيه احنا نتكلم عنها، هناك اسباب داخليه بين الزوجين تبقى بين الزوجين ويمكن حلها بين الزوجين، لكن نتكلم عن التاثير في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا للمشاهير. رسالتي حقيقة هي للمشاهير اليوم، أنتم اليوم لديكم أداة مؤثرة، هذه الأداة بالدرجة الأولى يمكن أن تستخدم للكثير من الأغراض اللي تترك أثر إيجابي على أقل تقدير. يا أخي خلي الناس تذكرك بذكر طيب الآن وبعدين وبعد 100 سنة، سوي بادرة منك تجاه الناس هذولا. أعد اليوم لهذه الأسرة وللبنة هذا المجتمع ولأساسه وأسه وقاعدته الصلبة، أعد لها اليوم رونقها، أعد لها قيمتها. محتواكم اليوم اللي يقدم واللي تظهرون فيه مدى الترف اللي أنتم عايشين، هذا حق مكتسب لكم، ما أحد يجادلكم فيه، لكن ليس من حقكم اليوم أن تخترقوا البيوت وتخلقوا هذه الحالة من المقارنات لزعزعة المجتمع. أنتم ما أنتم منفصلين عن الناس، أنت تعيش ضمن مجتمع، ضمن منظومة فيها قيم وفيها عادات وفيها دين وفيها أخلاق، لابد أن تضعونها في عين الاعتبار، وإلا سيكون مصيركم ومصير أسماءكم طي النسيان. بعد الفاصل لنعود.